ومتابعين حلقتنا وبناخذ اتصال مباشر هلا مع المخرج نصري البراكس، مخرج فيلم جباره يلي كان تحيه للمخرج الكبير الراحل ريمون جباره. صباح الخير. صباح النور. اول شيء بدنا نعزيك والعوض بسلامتك. ميرسي تعيشوا. ريمون جباره هو اسم كبير، وانت يمكن كان عندك الحظ انه تقضي معه لحظات مميزه من خلال تصوير هالوثائقي يلي انعرض من ايام قليله كمان بجامعه الايوب بمناسبه يوم المسرح العالمي. شو بتخبرنا عن تجربتك مع ريمون جباره؟ بالحقيقه هو كان لي الحظ اكثر من انه صور معه فيلم الدوكيومنتري، لانه انا كنت تلميذه بمعهد الفنون باسم المسرح، واستمرت العلاقة سنوات طويلة، ومن حوالي سنتين ثلاثة لحتى عملنا الدوكيومنتري، والدوكيومنتري اللي هو طويل يعني شي ساعتين. وطبعا وكان ريزومي لأعماله وسيرته وسيرة المسرح اللبناني من خلاله. يعني هو أصعب شيء إذا بدك تحكي عن الناس اللي بتحبيهم بعد رحيلهم، لأنه بحقيقة ما بتلاقي كلمات تعبر عن حقيقة مشاعرك. بس أنا بدي استعين بنظرة ريمو يلي كان دايما يقولها واللي قالها بالفيلم عن الموت. ريمو كان يقول أنه أنا بشوف الموت شغلة حلوة، لأنه لو ما في موت كانت الحياة شغلة تافهة، لأنه الموت هو بحردنا على انه نحب، هو بحردنا على انه نشتغل ويكون عندنا طموح ونبدع. فهيدي نظرته كان يقولها حرفيا لفكره الموت. وهو بحياته على الصعيد اللي كل اصحابه والتلاميذ والناس اللي اشتغلوا معه بيعرفوا قديش كان له تاثير شخصي عليهم، على الصعيد قديش على 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 حياتهم. ريمو محرض أكثر ما هو كمان فنان والناس بتعرفه من خلال أعماله، بس حتى على الصعيد الشخصي والصعيد اللي اشتغلوا معه بحردهم على حتى يحبوا الشيء اللي عم يعملوه، بحردهم أنه يروحوا فيه بالآخر. لأنه ريمو بتعرفي ريمو ما معه يعني ما أنه دارس، ريمو إبداعه بالفطرة. صح إبداعه بالفطرة. هيدي هالمدرسة العفوية، يعني كان يضل يقول انه لازم انتم تكبوا حالكم بالفن، لانه اذا كبيتوا حالكم بدون ضوابط ومع حب هو الفن لوحده بيطلع. مزبوط. نصري انت كنت تلميذه مثل ما ذكرت، وانت كمان يلي اشتغلت على دوكيومنتير مدته ساعتين بخص استاذك. صحيح. شو جمعت بين الوجهين الاستاذ والموضوع ريمون جباره؟ بالحقيقه هو يعني ريمون متعدد يعني المستويات، يعني هو اول شيء ممثل، يعني بدك اذا بتلحقيه من ممثل بلش مع بدايه الحركه المسرحيه الحديثه بلبنان بالستينات، وهو من الرواد يلي اسسوا لهالحركه، ومن ثم انتقل على الكتابة والإخراج والتعليم والعمل الصحافي، ومسرحه كان بمضمونه متداخل بالحياة العامة ومراية للأحداث وشو كان عم بيصير بتاريخ البلد وبمجتمع البلد. كل هالمستويات عند ريمو ما فيكي تفصليهم عن بعض، يعني كلهم سوا بشكله ريمو جبارة. فريمو محل ما بحس انه لازم يعبر عطول في شي بيدفشه لانه يعبر. محل ما بيعبر بالمسرح بيكتب او بيخرج او بيمثل او بيكتب مقال صحافي او حتى خلال انه كان وقت كان يعلم كاستاذ كان كمان يكتب، لانه يكون جاي على الطريق يشوف شغله مثلا هيك تستفزه يجي يعمل عليها مشهد. يعني ريمو كان هالعين الاخرى اللي الناس ما بتشوفها، يعني ممكن يكون واحد يمرق قدامك او انت عم تشتري شيء بالصيدليه يشوف بعيون هالشخص اللي عم يشتري شيء، يشوف قصه بنته المريضه وقصه الحاجه اللي عنده، يعني على طول في هالشيء اللي ما بتشوفيه انت هو بيشوفه وبيحكيكي عنه وبيكتب عنه وبيعبر عنه. نعم. تا
تحية لروحه وشكرا لك المخرج نصري البراكس. نحن نذكركم أنه مراسم دفن المخرج المسرحي والمؤلف اللبناني ريموش بارا رح بتكون نهار الجمعة الساعة 4 بعد الظهر بكنيسة الرسولين بطرس وبولس بإرنة شهوين، وتقبل التعازي أيام الأربعاء والخميس والجمعة 15 16 و17 نيسان من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 7 المساء بصالون الكنيسة بإرنة شهوين. هلا بننتقل لعند زميلتنا مريم الحاج لنتابع حلقتنا، واليوم مع اصدار جديد للكتب. مرحبا مريم. صباح الخير، كيفك؟ كثير منيحه ان شاء الله دائما. تفضلي. مثل ما بنعرف الأربعة دائما نكون مع الكتب باللغه العربيه، ودائما التركيز عم بيكون على الترجمه. الترجمه مهمه فعلا، لانه اذا بتذكروا كمان مش من زمان حكينا عن طبل الصفيح لغونتر جراس يلي توفي من يومين. كمان بدي ارجع ذكركم بإعادة قراءة هالكتاب المهم جدا لكاتب طبع الساحة الأدبية. اليوم كمان وبفضل الترجمة رح نقدر نتعرف على أهم إنجازات الأدباء العالميين، واليوم رح نتعرف على الكاتب النرويجي يوستاين غاردر، وهو من خلال كتابه عالم صوفي، هالكتاب يلي أخرج صاحبه إلى العالمية وترجم إلى أكثر من 53 لغة وتعدت مبيعاته المليون نسخة، وتم تحويله إلى فيلم سينمائي. وعالم صوفي هو رواية كتبها غاردر باللغة النرويجية ونشرت بالعام 1991، وهي تعتبر مدخل أساسي إلى علم الفلسفة. الفلسفة يلي معظمنا استصعبناها بالمناهج الدراسية أو عجزنا عن فهمها على اعتبار إنها مادة كتير صعبة وجافة، بسطها غاردر بهالرواية وقدمها بقالب روائي ممتع. ألبرت يعمل بقوات الأمم المتحدة بلبنان، بيقرر أنه يكتب رواية موضوعة حول الفلسفة لبنته هيلدا، فبيختار شخصية ألبرتو لأعطاء دروس بالفلسفة لصوفي، الفتاة يلي وجدت سؤال ببريدة: مين أنت ومن أين يأتي العالم؟ أو ما من أين أتى العالم؟ بإعطاء ألبرتو الدروس الفلسفية لصوفي بيتعرف القارئ وبسلاسة على تاريخ الفلسفة من 3000 سنة الماضية حتى العصر الحديث، من سقراط إلى تلميذه أفلاطون ثم أرسطو وإلى فلاسفة القرون الوسطى ثم عصر النهضة كانت وديكارت، وصولا للعصر الحديث نيتشه وبول سارتر. ومنا أيضا بينتقل إلى الفلاسفة العقلانيين والفلاسفة التجريبيين، إلى فيزياء نيوتن وقانون الجاذبية، وصولا إلى نظرية النشوء والارتقاء لداروين واللاوعي بعلم النفس عند فرويد. إذن مثل ما شفتوا نحن أمام رواية عبقرية فلسفية بمزيج رائع من التاريخ والفيزياء والرياضيات وعلم النفس والأحياء والفلك. عالم صوفي هي رواية صدرت عن دار المنى باللغة العربية، ونتعلم منها كيف مننظر إلى الحياة بطريقة أعمق، وهي رواية اللي لما مننتهي من قراءتها نشعر بأنه بدأنا بحالة مخاض فكري لذيذ جدا وعميق. طب مريم، فينا نقول أنه هالرواية هي مجرد معلومات على الفلسفة وتاريخها، أو رواية فلسفية عندها بتحمل بباطنها رسائل كثيرة؟ نعم بيريت، بالتأكيد لا، المؤلف بهالقصة أو بهالرواية ما بيكتفي بسرد تاريخ الفلسفي، ولكنه بيقوم باستخدام حيل روائية أكثر تعقيدا وجذبا للقارئ. الكاتب مزج بأسلوب سهل مبسط بين روعة الفلسفي والحبكة القصصية المذهلة، واستخدم مهنته كروائي حذق بالدرجة الأولى. حبكة الرواية بتشد القارئ حتى آخر سطر منها، ولما رح تقروا الكتاب رح تقدروا تنتبهوا كيف دمج الكاتب بذكاء كتير كبير بين الدروس التنظيرية للفلسفة والتطبيقية عبر صوفي ومعلمة غاردر. بهالرواية قام بعمل جبار لما قدر يحصر كل هالمعلومات الفلسفية الشائكة بقالب روائي ممتع جداً.
مريم، بعد سؤال، الرواية بتتمحور حول تاريخ الفلسفة، هل عكست هالرواية تاريخ الفلسفة بشكل دقيق وشامل أم بشكل مبسط؟ لأنه تقدر يمكن تجمع أكبر عدد من القراء، لازم تكون شوي نوعا ما بسيطة إذا عم تحكي عن الفلسفة. نعم، هي جوهر رواية محاولة لسرد تاريخ الفلسفة، ولكنها محاولة مبسطة بكثير من المواضيع. الرواية بتعطينا فكرة جيدة عن الفلاسفة بالعصر الكلاسيكي والفلاسفة الغربيين بالعصور الوسطى، ولكن عند الانتقال إلى القرنين 18 و19 فينا نقول أنه ما كان الكاتب دقيق بإنجازاته. كمان يؤخذ على هالرواية أنه فيها تجاهل للإنجازات الفلسفية المهمة للفلاسفة الغير غربيين وخاصة الفلاسفة العرب. إذا فينا نقول بأنه هالكتاب مفيد بس للقارئ المبتدئ، بيعطي أفكار جيدة حول كثير من الأمور الفلسفية، طبعا ما بيقدر يستفيد منه المتعمق بالفلسفة، إذن هو للأشخاص المبتدئين. نعم، شكرا لك مريم، ونحن بانتظارك نهار الجمعة نشوف أكيد شو رح بتكوني محضرتي لنا. نحن متابعين حلقتنا ومنرحب بضيفنا لليوم مازن أبو حمدان، رئيس جمعية الشمل. صباح الخير مازن. صباح النور. وأهلا وسهلا فيك معنا بستوديو أخبار الصباح. بدنا نحكي عن تحرك عم تقوموا فيه بالجمعية نهار الجمعة على الساعة 5:30 بعد الظهر بساحة الشهداء. شو محور هالتجمع؟ مظبوط، هذا الأسبوع بيصادف الذكرى 40 للحرب الأهلية، الحرب اللي خلت الطوائف بلبنان يقتلوا بعضهم يتفحوا بعضهم يعملوا إشياء كتير بشعة. ودائما بنتذكر بهالمناسبة بكل مناسبة إنه لازم يكون في أكتر جسور بين هالطوائف، تعايش. وأول جسر برأينا أو رابط هو العيلة. فنحن عم نطالب هالجمعة بإقرار قانون للعائلة اللبنانية، قانون يسمح للبنانية من كل طوائفهم يتزوجوا بلبنان بقانون جاي من البرلمان اللبناني مش من الطوائف حصرا. هو قانون اختياري مدني لبناني. رجع قل لي تفاصيله. احنا عم نطالب بقانون احوال شخصيه مدني، يعني مدني جاي من الدوله اللبنانيه، قانون لبناني واختياري. فهذا الشيء بيسمح اول شيء للاشخاص اللي حابين يتزوجوا اذا كان من نفس الطائفه او من غير طائفه بدل ما يسافروا لبرا ويتعذبوا يتزوجوا بلبنان، وبالتالي يعني بتنشا عيال لبنانيه مشتركه، وهذا الشيء براينا بيكون اولا حق للافراد وثانيا رابط اجتماعي مهم. يعني بمعنى اخر لاقرار الزواج المدني بلبنان، الزواج المدني واكبر منه شوي احوال شخصيه، هي طبعا اختياريه عم طالب فيها حتى كمان ما نلغي الحق الديني اللي حابب يتزوج ديني. يعني جمعيات كثير عم ترفع صوتها كمان مازن بهيدا الموضوع، شو رح يميز تحرككم عن تحرك الجمعيات الاخرى؟ نحن هيدي السنه كمان حابين نكرم النساء، لانه مثل ما قلت بلبنان صار في حرب اهليه، بس كمان في عائله لبنانيه تحدت الحرب وتزوجت رغم الحرب ورغم الطائفيه ورغم الخلافات وعملت عائله واسست بلبنان. وبنعرف بلبنان تقريبا انه كل يوم على قبرص في ثلاث اشخاص او ثلاث كوبلات بيروحوا بيتزوجوا وبيرجعوا، وهذا الشيء عم يصير كل يوم. وفي هلا بالمكتب السفريات في عرض خاص لقبرص، يعني صار مثل صح في باكج شيء ثابت، يعني مش بس شيء ثابت، صارت جاذب، مشان هيك يمكن بيعملوا هالقل بس انه ليه كلها، يعني ليه في عقوبه للبنانيين بيتزوجوا من بعضهم؟ ليش عم نمنع الحب بين الطوائف او بين اللبنانيه بشكل عام؟ فهذا التحرك الجمعه عم بيكون تكريم للنساء اللي اختاروا يتزوجوا مدنيا من 50 سنه لهلا، يعني فكل هالنساء نحن جينا نجمعهم بساحه الشهداء ونشكرهم باسم الشعب اللبناني، انه هن ساهموا بتقويه المواطن بلبنان، ساهموا بتاسيس الدوله المدنيه بلبنان. طبعا الطريق بعد طويله، بس هي الفكره تبعنا انه نشكرهم ونهنيهم ونمشي معهم لنقر قانون هلا بايامنا الحاليه. نعم، في تي في سي خاص بالحمله. مزبوط، رح نشوف ونرجع نكفي حديثنا. بلبنان في عنا عائله قانونا مراني وعائله قانونا سدني، وهيدي شيعي وهيدي درزي وهيدي ارثوذكسي. وبلبنان كمان في عائله قانونا تركي وعائله قانونا قبرصي وهيدي كندي وهيدي فرنسي. طيب وين العائلة يلي قانونا لبناني؟ هيدا حقي وهيدا خياري. في أهضة مننا مهضومة بتجنن لروحها. هالحملة صورتوها مع مجموعة من الفنانين يلي هن كمان يمكن شاركوكم تيوصل صوتكم أكثر، شو بتتوقعوا بس التجاوب يكون من قبل الدولة اللبنانية مازن؟ نحن عم نحاول انه فتره طويله، هو هيدا الحق فعليا عمره 79 سنه، من 79 سنه هالحق صار مقر بلبنان على ايام الفرنسويه، بس الدوله اللبنانيه رفضت تقر قانون تنظيمي له.
فنحن فينا نزوج برا وبلبنان مش الحال يعني معترف فيه. بس نزوج طيب ليش تروح هونيك يعني؟ ما بيمشي الحال. نوع من تعذيب مش عارف ليش السياسات هيدي. مش منطق، نوع من شيء مش منطق. نحن يعني ما كثير متفائلين بالمجلس النواب انه كثير عم نطالب لنا سنين وتأجيل. خليهم ينتخبوا رئيس بالاول. وحتى ما عم يجتمعوا هن من اساسه وعملوا تمديد كمان اللي هو كمان قصة ثانية. شوف اذا وين لوين رح توصلوا بهالتحرك؟ نحن هدفنا نجمع هالقوى المواطنية الموجودة بهالظروف الصعبة تبع لبنان هلا، الذبح والقتل والناس خايفين من الإرهاب، لأنه بعد في أشخاص مدنيين وبتاريخنا كمان كلبنانيين في قوة مدنية مش هينة، يعني حتى من التراث اللبناني إنه في قوة مدنية مسالمة رافضة للحرب، فحابين نضوي عليهم نوع من التفاؤل نزرع الأمل. مازن قدرتوا تتواصلوا مع حدا من النواب أو الوزراء أو المسؤولين؟ نحن بالسنين الماضية بال 2011 كان في تحركات بلبنان لإسقاط النظام الطائفي وقتها، فكان في عندنا قانون بيشمل قانون أحوال شخصية وسلموا البرلمان منه رئيس مجلس النواب وكذا نائب، وفعليا وصل للجان النيابيه المشتركه ونوعدنا انه حيتناقش والى اخره، بس وهيدا اول مره بتاريخ لبنان بيوصل لهالمرحله المتقدمه، انما بس التحرك شوي خف، النواب كذبوا يعني مثل ما هي كذبوا علينا وما تبعوا الموضوع نوعا ما، بالاعلام بيقولوا هن مع ونحن مع المدنيه والى اخره، بس بعدين بيأجلوها بيتهربوا منها بيكذبوا. بس بالاخر يعني كل ما يكون في حدا عم يطالب الحق، الحق بالاخر حيصير. يلا نحن بانتظار فأذن التجمع يلي هو نهار الجمعه الساعه 5:30 بعد الظهر بساحه الشهداء بوسط بيروت. مازن ابو حمدان رئيس جمعيه شمل، شكرا لوجودك معنا باستوديو اخبار الصباح، وتحيه اكيد لك ولكل اعضاء الجمعيه. اهلا وسهلا فيك. بريك ومنرجع. بيحترمني وبيحترم كرامتي وبيعطيني حقوق متساوية مع كل مواطن رجل لبناني، هيدا حقي هيدا خياري.